إذن سيداتي أنساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام مشوط السادس الأخير للمهاجن الرصيل اعتكافة الدرجة الرابعة مسافة 1700 متر ريتشست ريمايند أوف مانس معمر موموا سيكسيد إندكس التيجان وسبهان الكاظم كينج أوف دوحة متضامن وشهبارة أيضاً 11 جود مشارك في هذا الشوط من دراغة ويا من قبل الجود رقم 10 الجود متضامن للسيد مشعل بن علي العطية والمدرب محمد رياض المعتصم البلوشي على الصدارة وعلى المركز الأول ثاني المراكز محاولة مع كينج أوف دوحة سيد عبد اللطيف الجابر لتيبو شولي على ثاني المراكز الآن ثالث المراكز محاولة من الخارج من قبل الجود رقم 3 معمر لسدام مربط إنجاز جاسم الغزالي هاري بنتلي على ثالث المراكز ومحاولة رابعة من الخارج من قبل الجود رقم 5 سيكسيد إندكس للمهندس الصافي الراشد الرياضي المري محمد حسين جون باتيستي هامل على خامس المراكز من الخارج ومحاولة من الداخل من قبل الجود رقم 6 تيجان لسيد نصر عويض الهاجري توماس لوكاس كران على سادس المراكز سابعا محاولة مع موالي المالك سيد عبد اللطيف العمادي دويردو بيدروز الآن على خامس المراكز محاولة من الخارج من قبل الجود رقم 7 سبهان شعيب خليفه الكواري جاسم الغزالي جيبي جامبر على خامس المراكز فنعود الى الصداره وعود الى المركز الاول مع الجود رقم 10 متضامن لسيد مشعل بن علي العطيه ومحمد رياض على الصداره وعلى المركز الاول معتصم البلوشي محاوله من قبل الجود رقم 9 الجود كينج اوف دوحه لسيد عبد العزيز الجابر تيوبا شولي على ثاني المراكز ومحاولة من الخارجة من قبل الجود رقم 5 سيكسيد إندكس لطافي راشد الأرضي المريجون باتيستي هامل على ثالث المراكز الخط المستقيم باتجاه خط النهائي كينج اوف دوحة يتصدر هذا الشوط عبد العزيز الجابر في المركز الأول محاولة الجود رقم 5 الجود سيكسيد إندكس لطافي راشد الأرضي المري محاولة من الخارج من قبل الجود رقم 1 ريتشستري السيد حمد بن أحمد الجني الآن من الخارج حمد بن أحمد الجني لكن محاولة الجود سبانة لكن الصدارة والمركز الأول مع ريتشستري إذا ريتشستري حمد بن أحمد الجني وصالح بغنيمة إلى الصدارة وإلى المركز الأول الجود رقم 1 ريتشستري ليه السيد حمد أحمد صدر والمركز الأول مع الجود رقم 1 الجود ريتشستري سيد حمد بن أحمد ماكل جهني ألف مبروك ثاني المراكز مع الجود رقم 7 الجود سبهان السيد شعلبه خليفه الكواري والمدرب جاسم الغزالي ثالث المراكز مع الجود رقم 9 كينج اوف دوحه رابعا مع الجود رقم 5 سكسيد اندكسل وخامسا مع الجود رقم 3 معمر ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط